كان في ميكي وسمير زمان، فعلى نص الحاره بتاعتنا في واحد كشك بتاع جرايد، فامي بتنزل تجيب الخضار من الشارع، فكنت نايم. كان المجله دي بتطلع الخميس والجمعه، يعني بتبقى الخميس والجمعه كده. فامي نزلت لقيت صورتي في على الغلاف بتاع سمير، نسيت بقى ان هي هتجيب خضار، فاهمة بقى ان مثلا سرقت، قتلت، عملت حاجة. قعدت تقول لي بقى، قعدت جنبي تقول لي انت عملت ايه؟ قلت لها في ايه؟ عملت ايه في ايه؟ قالت لي قول لي ده انا امك في ايه؟ طب اقول لك ما عملتش في ايه عملت؟ قعدت تقول لي، وقعدت بقى إيه؟ تاخدني بقى يعني تاخدني يمين تاخدني في يعني. انا بقى ما اعرفش ان في موضوع مع اصلا ما اعرفش الا ما اختي دخلت وقالت لي انت صورتك في البتاع. قلت لها اه ده جم صوروني في النادي من اربع خمس ايام كده، استأذنوا من إدارة النادي وصورت. فالصورة دي نزلت إن ده حد جاي، ده كلام ده بدري، ده حد ده هيبقى مستقبل، هيبقى لعيب كرة كبير، هيبقى كده واسمه كذا. كانوا بيقولوا اسمي ثلاثي على فكرة، فاروق فؤاد جعفر، يعني ما كانش فاروق جعفر دي. فجيت بعديها كده بحوالي شهرين كانوا بيعملوا حاجة للبلد، كان بعد في السبعينات كده، في أول السبع قبل الحرب عموما، قبل 73، فكانوا عاملين تجمعات للطلبة والشباب ومش عارف ايه وحاجات كده. فأنا كنت في الثانوية الرياضية، فجابوني اتكلمت كأنا بقى يعني أنا في المدرسة، أنا وعبد العزيز عبد الشافي اسمنا يعني واحد في الأهلي واحد في الزمالك، واسمنا يعني معروف. اتكلمت في التلفزيون، فبدأت من هنا بقى يحسوا إن أنا يعني قيمة جاية في الطريق يعني. فبقت امي بقى اتغيرت معايا بقى تماما في كل حاجه، في طريقه اكلي، في شربي، في التعامل معايا، فتقعد تستناني تخاف عليا، ما مش عارف ايه، وتشمني، فهماني مثلا زي اخواتي بشرب سجاير وكده. يعني فعلا حياه اتغيرت تماما. فالواحد الحمد لله يعني مشيت مشوار، يعني الواحد زي ما هو سعيد ان هو مش المشوار ده، وربنا الحمد لله حقق لي كل اللي انا عايزه.